الشيخ علي الفارس الدليمي ايش قال امين عام للمجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق؟ وين كان وايش قال؟ خلي يسمعون الشعب مصيبتنا. شوني بالموال؟ شوني جماعة التليجرام؟ شوني العب شوبي؟ اعطيني اياها. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل الأحبة والأصدقاء الذين يتساءلون عن ما هي هذه الصورة التي التقطت وكنت أنا فيها مع رئيس الوزراء السابق نور المالكي ومعنا وفد يمثل الشركات الأوروبية الذين جاءوا بدعوة منا لأجل إعادة إعمار العراق. اصطحبنا في هذا اللقاء الفريق الركن عبود قنبر كان قائد عمليات بغداد آنذاك، ووصلنا إلى مكتب رئيس الوزراء نور المالكي لتقديم هذه الوثائق من أجل إعادة إعمار العراق. ودخل الفريق عبود قنبر إلى رئيس الوزراء وأبلغه بوجود الوفد، وخرج الفريق عبود قنبر وطلب مني الانفراد بغرفة مجاورة وقال لي دولة رئيس الوزراء يقول ما هي حصتي؟ قلت له سيادة الفريق هؤلاء جاءوا بناء على طلبنا وبناء على علاقاتنا الشخصية معهم. أوقف. سمعت ايش قال؟ عبود قنبر. شوف هذا عبود قنبر اللي استقتلوا تشرين على مود يشيلوه ما قدروا يشيلوه. تعرفتوا منو سانده؟ سانده المالكي. المهم عبود قنبر طالع على الشيخ علي الفارس الدليمي ايش قايل له؟ قايل له المالكي يقول ايش قد حصتي من إعادة إعمار العراق؟ ها؟ هذا مو قحطان، هذا مو أني دا تبلع العالم، هذا الشيخ علي الفارس الدليمي شهادته يقول. طلع عبود قنبر قال لي المالك يقول إيش قد حصتي. اسمع اسمع كمل. إعمار العراق من الجنوب إلى الشمال وإعادة كافة الخدمات للعراقيين وتشغيل كافة الأيدي العاطلة عن العمل وبدون فوائد. قلت لهم أننا دولة إسلامية ولا يمكن أن ندفع فوائد، وطلب أن يكون التسديد على شكل النفط الخام العراقي بعد 20 سنة وبالسعر السائد. فدخل فريق عبود قنبر إلى رئيس الوزراء وأبلغه بعدم وجود حصة له في هذا المشروع. فخرج إلينا نور المالك رئيس الوزراء، قدمت له كافة الوثائق وإذا به يفاجئني بأنه ليست صلاحيته. قلت له يا دولة رئيس الوزراء أنت رئيس الحكومة، هل يوجد باب أعلى من بابك أطرقه؟ قال والله يا شيخ البرلمان ما يقبلون. قلت للبرلمان انتخابهم الشعب حتى يعمرون البلد لو رجعون لي، وراء هذا العطاء قدمت لك يا حصيرة 6 سنوات أنا رايح جاي لأوروبا مسويها مكوك من أجل إقناعهم وعلى مجهودي وبأمالي الخاصة، هل من المعقول يرفض هكذا مشروع وبدون فوائد؟ قال ليس صلاحيتي. فاضطرينا أنه نغلق يعني نزل الستار على هذا الموضوع للأسف الشديد. حبيت بس أوضح الصورة للأخوة اللي يتساءلون. أخوكم الشيخ علي الفارس الدليمي الأمين العام للمجلس المركزي شيوخ عشائر العراق. المالكي ورا ما قال له قنبر ورا ما قال له ايش قال لهم؟ قال لهم آسف مو صلاحيتي، يعني أني إذا ما إلي حصة ماكو شيء اسمه إعمار، ماكو شيء اسمه بناء، ماكو شيء اسمه وظائف إذا ما إلي حصة. هذا مو كلامي، كلام الشيخ علي الفارس الدليمي. ها ها يا شعب يا نايم صح النوم، ويريدون يرجعوا لكم إياه ويريدون يجيبوا مرلوخ لأنه حتى تجربون. وهو طلع بتصريح يقول أني إذا استلمت راح أسويها حكومة إعمار. قشمرتنا وصدقنا أبو إسراء، قشمرتنا وصدقنا.